صار لك من الصبح بدون أكل، ديري بالك على حالك. إيه معلمتي. أنا منيحة، ما فيني شيء، أنا منيحة. يلا وين الطابخ؟ يلا بلشوا لعب. لكان هذه هي الضربة الأخيرة في هذا الشوط. ليش تركت الطابة؟ هو جيت لتمسكني إلي. أنت جنيتي شي؟ ها؟ كنتي رح تفقدي وعيك من شوي؟ هذا اللي بيصير لما تلعبي بدون ما تشربي مي. ليك أنا ماني بنت حساسة، ممكن يغمى علي من الشوب. شوف لما طلبت المساعدة منك قلت لك بكل وضوح أنه ضروري أربح. أنا عم ساعدك لأنه أنت طلبتي مني، بس رح أعمل اللي بشوفه مناسب مو اللي بتقولي، فهمتي؟ انتهى الشوط وسنكمل بعد الاستراحة مع الفريقين أبطال أباد مع أبطال شاهباد. الفريقان لعبا جيدا. فريق أبطال أباد سجلوا 148 هدفا، وفريق أبطال شاهباد يجب أن يسجل 149 هدفا. الآن السؤال، هل سيستطيع فريق شاهباد أن يسجل هذا المجموع ويربح أم لا؟ سوف نعرف في الشوط الثاني. حاج تطلع فيني هيك، اللي صار صار، يلا خلينا نركز على الفوز. أنا كان لازم كون بموعد مع القمر هلأ، أحسن ما ألعب كريكت بفريق هالبنت المجنونة. صارت الساعة 2 وأنا لسه هون. ومع بداية الشوط الثاني فريق أبطال شاهباد دخل إلى الملعب ليبدأ الشوط. ميت وميت سيبدأان اللعبة، هل سيستطيعان تغيير مجرى المباراة أو سيفتقران إلى التنسيق بينهما؟ الآن مع بداية الشوط سوف نرى لعبهما وانسجامهما. ميت وميت. ميت أهلوات أنا بحبك. وأنا بحبكم كمان، بحبكم كلكم. في بنات مجانين كتير بيشوفوا لاعب كريكيت وبيبلشوا يصرخوا بحبك، لا تعطيهم انتباهك أبداً وركز باللعبة وبس. أوه شو عم تحكي أنت؟ أنا مركز تماماً باللعبة، وهنين سجلوا هذا المجموع بس لأنه كان بدي أنقذك، فهمتي؟ استني لحظة، أنا شايف كأنه أنت هلأ غيرانة من المعجبات اللي عندي، ها؟ غيرة؟ الصراحة هاد شعور ما عشته أبداً بحياتي. يلا خلينا نلعب.